هل إذا أراد الإمام والمؤذن والجماعة أن يصلوا العشاء في الثلث الأول هل يجوز لهم ذلك؟ نعم، إذا اختاروا أنهم يؤخرون، إذا اختاروا أنهم يؤخرون إلى ثلث الليل وكلهم اختاروا ما فيهم ولا واحد ممانع فلا بأس بذلك، ولكن إذا كانوا في بلد ما يأذنون ويشوشون على الناس، يكفي الأذان الذي حصل، يكفي الأذان الذي حصل، ولا يأذنون في ثلث الليل يشوشون على الناس. أما إذا واحد عارض أو اثنين فلا يجوز لهم أن يؤخرون، لا يجوز يؤخرون بل يعجلون الصلاة.